حديث مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ فيقول: نعم أو بلى. فيقول: كذبت، قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، مرق ما في جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم. أصوا يا أخواننا، قالوا ال لا يستقيم الظل والعود أعوج، ده في الدنيا عقيدته كانت خربانة وعرف روحه في النار ما عنده حاجة، فبقى يطلب من غيره انه يدعو له. والله تاني ادخلوا جهنم الواسطة وجوه النار تاني دخل الواسطة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم. زي ما هنا قال لي: قوماك يا اخي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البيت. اناديهم ليك انا؟ انت ما تنادي براك وكيت هو شرك داخلني معك مالك؟ هنا قالوا: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا الخزنة: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. شكد لما ييأسوا ربنا قال: ونادوا يا مالك. شكد يا ناس الزول يكرب عقيدته من الدنيا، تكرب شغلتك، العقيدة دي الأساس اللي بيصحى به والصلاة والزكاة وتحفيظ القرآن والحج والعمرة والصدقة وفعل الخيرات والوقوف مع المساكين وكفالة اليتامى وإعانة الأرامل وختم القرآن والإكثار من ذكر الله، كل العبادات العظيمة دي إذا أنت ما عندك عقيدة كلها ما في، كلها ما في. ربنا قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، برضو واسطة. انت ما تقول يا الله اقضي علينا عديل زي ما قلتها في الدنيا. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا، اي نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ابن كثير قال بيرد عليهم بعد، قالوا بعد 80 سنة او 40، وقالوا زيادة 1000 سنة، بعد 1000 سنة: يا مالك ليقضي علينا ربك، انتظرين. عشان كده ربنا قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها. جو النار: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أذلك خير نزلا؟ ده خير ولا عاقبة المتقين؟ شاكد يا أخواننا عقيدتك ما تلعب فيها، ما تجامل، ما عندك عقيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار له عينان تنظران ولسان ينطق فيقول وكلت بثلاث. العنق ده بيمرق يوم القيامة من النار، عنده 3 أصناف من الناس. قال: منهم وبمن دعا مع الله إلها آخر. ولذلك أخواننا أغلى ما نملك هو العقيدة، فإذا عبدت الله ولم تشرك به قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا.